تحياتي ليك يا كابتن شوبير، تحياتي لكل مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان. المكان غير المكان، لكن الزمان هو نفس الزمان، مع مشاهدي برنامج الملعب هنا من شارع السودان وتحديدا امام مجمع محاكم شمال الجيزه، مع المصريين اللي بجد، مع اولاد البلد، مع الجدعنه كلها هنا ملتقى يا كابتن شوبير. المواطنين اللي عاوزين يروحوا الهرم، عاوزين يروحوا الدقي، عاوزين يروحوا الجامعه بيركبوا من هنا، اللي عاوز يروح كمان مطار امبابه، اللي عاوز يروح اوسيم، عاوز يروح براجيل من هنا، عاوز يخش على قلب امبابه من هنا، عاوز يروح على الكتكات يمشي كده. لكن احنا هنمشي مع كل المواطنين وهنتكلم معاهم على مقهى شعبي ولا احلى ولا اروع. هنتكلم في الكوره، هنتكلم في الرياضه، هنتكلم عن الحدث الاهم لغايه يوم 6 ديسمبر، مباراه الاهلي قمه الكره الافريقيه نهائي الكونفدراليه، مباراه الاياب، الاهلي وسيوي سبور الايفواري، والكثير من الامور اللي هتفرض نفسها خلال حوارنا. كابتن شوبير، هنبدا على طول بالمواطنين المصريين الجدعان. قول لي، عرفني بيك. اهلا وسهلا، رشاد محمد غريب. منين يا عم رشاد؟ من امبابه. قول لي الاخبار، تمام في امبابه والدنيا زي الفل؟ تمام الحمد لله. قول لي، انت اهلاوي زملكاوي؟ اهلاوي. قول لي، الداخليه مشكوره وافقت ان يبقى في 25,000 متفرج يوم السبت القادم في مباراه الاهلي، الجماهير مطلوب منها ايه في المباراه دي؟ مطلوب منها الاحترام زي بتاع زمان، والادب والاخلاق، وسيبوا بقى بشماريخ وكلام الفاضي ده. مبسوط قوي من الداخليه ان هي بتخدم التذاكر بالختم بتاع الداخليه، عشان اي حد يكون دخيل نجيبه على طول ونعلمه الادب يعني. بجد يعني موقف ايجابي كابتن شوبير، واعتقد ان الداخليه كان عند حسن الظن، وكمان جماهير مصر لسه من قريب، مش هننسى مباراه مصر والسنغال اللي كان الحضور الجماهيري فيه اكتر من 60,000 متفرج، والمباراه خرجت لبر الامان. قول لي، مطلوب ايه من كل الجماهير في هذا الحدث الهام، خاصه ان المباراه هتنقل على العديد من الفضائيات؟ يعني اتمنى ان الجمهور يتفرج على مباراه جميله حلوه، من غير انفعالات، من غير تشنجات، احترام الداخلية، منعا الشماريخ اللي بترمي في الملاعب دي، بتسوء سمعة الكورة المصرية، وما نتمناش احنا ان سمعة الكورة المصرية تسوء بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. كابتن شوبير، احنا اطمنا كده على الناحية التنظيمية، وفي رسائل واضحة من المصريين اللي بجد، جمهور الكرة الحقيقي، اللي ضمان خروج المباراة بشكل آمن، يعبر عن الوجه الحقيقي للكرة المصرية. لكن نتكلم بقى عن الفنيات، قول لي بقى كمصري الأول، عرفني بيك. محمد صلاح، ساكن في امبابة برضو، وأنا بطلب من الجمهور يرجع زي ما كان، يعني يرجع بمظهره الجمالي الحضاري، عدم استخدام الالفاظ البذيئه، عدم استخدام الشماريخ. الداخليه النهارده بقت على مستوى عالي جدا من حفظ الامن وسلامه المباريات. مطمن على الاهلي في المباراه دي، النهارده بدا تدريباته، العديد من المصابين اطمن، مشاركه حسام غالي، حسام عاشور، كمان عبد الله السعيد بورقه مهمه جدا، ممكن شايف انها تعوض غياب تريزيجيه. اكيد طبعا، دول لعيبه كبار جدا بيخدموا في النادي الاهلي وبيخدموا في المنتخب، واكيد هيبقى لهم دور كبير جدا. وان شاء الله الاهلي دايما عند حسن الظن ودايما بيفرح جماهيره. كابتن شوبير، واحنا معاك على الهواء مباشره من هنا من شارع السودان مع العديد من المصريين. القهوه الشعبيه ليها سمات، ليها طقوس، اول طقوسها اللي احنا هنعملها دلوقتي، يعني على طول معروف ان في الطاوله والضمنه، لكن احنا قدامنا الطاوله طبعا مش هنلعب، لكن في مصريين كتير قاعدين معانا، والقعده تحلى مع المصريين الجدعان، مع اولاد البلد، اولاد البلد اللي بجد، اللي في جميع الاحوال تلاقيهم في ظهر البلد دي، عشان كده احنا ما نقلقش على البلد دي. عرفني بيه. احمد سامي. قول لي يا احمد، انت متابع الكوره في الفتره الاخيره، راضي على حال الكوره المصريه، ولا كنت زعلان كاي مصري من عدم تاهل المنتخب المصري لامم افريقيا؟ لا اكيد كنت زعلان طبعا بعدم تاهل المنتخب لامم افريقيا، بس ان شاء الله الاهلي هيفرحنا المرحله الجايه دي، ان شاء الله الجماهير اللي هتحضر دي تكون على قد المسؤوليه، وما يكونش في تعصب، والناس كلها تكون على قد المسؤوليه ساعتها. كابتن شوبير، الحضور اللي معانا بيفرض علينا ان احنا نتكلم عن مباراه الاهلي، ولما لا؟ الاهلي بالتاكيد صانع السعاده، جزء كبير من جماهيره يقدر بالملايين من هذا الشعب الكبير. قول لي، عرفني بيه. حلمي هاشم. قول لي يا عم حلمي، مطمن على الاهلي ولا يعني؟ النهارده انا كنت شفت في تدريبات جريدو بيجتمع بالمجموعه الاساسيه باللعيبه اللي هتشارك تقريبا في المباراه، من وجهه نظرك كان بيقول لهم ايه؟ هو
واولا بيقول لهم دي مسؤوليه ولازم الماتش ده يعتمدوا، لان ده مستقبل الكره المصريه، لان ما فيش حاجه دلوقتي، هي دي اخر بطوله ممكن تفرح الشعب المصري، لان ما فرحناش المنتخب اولا كان ليه ظروف وخرج، والزمالك برده ما قدرش يعمل حاجه. فالنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيكسب 3-0، انا بقولها لك من هنا، وكابتن شوبير عارف ابن النادي الاهلي عارف الكلام ده، وان شاء الله 3-0 وتيجي هنا نحتفل بالفوز. كابتن شوبير، يعني اجمل كلمه اتقالت في لقائنا ده ان المسؤوليه بالتاكيد اي فرد في مكانه يتحمل مسؤولياته، اي مدير فني، اي لعيب، وفي المباريات الكبيره لازم اللعيبه ولازم الجهاز الفني يكون على قدر الحدث. قول لي، شايف ان الاهلي واثق ان لعيبته هيكونوا على قدر الحدث ويقدروا يعوضوا النتيجه السلبيه اللي اتحققت في مباراه الذهاب بالخساره بهدف مقابل هدفين؟ مفيش كلام طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويكسبوا 2-0 هنا ان شاء الله بامر الله، وانا زملكاوي اتمنى النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا ان شاء الله بامر الله. كابتن شوبير، يعني هنبدا، يعني بص يا كابتن، احنا بنتكلم بناخد نقاط مهمه جدا، قلنا المسؤوليه، النهارده الروح، مفيش فرق بين اهلاوي، مفيش فرق بين زملكاوي، الكل مع النادي الاهلي يوم السبت، علم مصر ايد واحده زي ما كل الحضور بيقول، وهنا كل متابعينا من جميع الاعمار. كابتن شوبير، وبنحاول نعرف، قول لي حاج اسمك ايه؟ انا اسمي عبد الستار. قول لي، متوقع ايه لمباراه الاهلي وسيو سبورت؟ الله، بان الاهلي هيكسب 4-1 ان شاء الله، الاهلي هيكسب 4-1، بس اللعيبه تبقى رجاله في قلب الملعب، لازم يعملوا حسابهم ورا، الباكات تبقى شديده، مفيش طراوه، مفيش واحد يطلع قدام ويسيب ورا، لازم يبقى جد الماتش جد، يعني 75 دقيقه دول لازم يلعبهم مظبوط قوي قوي، ما يفوتوش واحد يجري منهم شمال او يمين، لازم يعملوا حسابهم، وان شاء الله الاهلي هيكسب وياخد الكاس ان شاء الله. التفاؤل كانت سمه اللقاء ده، والناس واثقه تماما في قدره النادي الاهلي، وقالت نتيجه كبيره 4-1، واحنا بنكمل اللقاء. قول لي اسمك ايه؟ سيد عبد العظيم. قول يا سيد، بتشتغل ايه؟ انا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، بس شغال في الشركه دلوقتي. الدنيا تمام؟ تمام الحمد لله. قول لي بقى، اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. قول لي، متوقع لايه للاهلي في المباراه القادمه، وايه اللي تتمنى تشوفه من لعيبه النادي الاهلي؟ لا لا هيكسب، بس لازم يبقوا قد المسؤوليه ويفرحوا الشعب ده. لازم يفرحوا الشعب ده، لانه خرجنا من البطوله الافريقيه وما فيش جماهير، ما فيش لعب، ولازم الجماهير تبقى كويسه في الملعب. يعني في المباراه لازم تبقى كويسه علشان نعرف بعد كده يبقى في جماهير في المجتمع في اللعب وماتشات. كل الناس بتراهن على السعاده اللي النادي الاهلي في السنوات الاخيره عود جماهيره، عود الشعب المصري ان هم يكونوا على قدر الحدث. اخيرا كابتن شوبير، يعني كنا بنتكلم على المنتخب الوطني وهنتكلم برضو على المنتخب الوطني، قول لي كمواطن مصري شايف الدنيا ازاي الفتره القادمه، مدرب اجنبي ولا مدرب وطني، خاصه ان اتحاد الكوره نزل كده قائمه بالعديد من الاسماء من المدربين بيراهن على احد هؤلاء المدربين واسماء كبيره جدا، شايف ده ازاي؟ انا شايف ان الخبير الاجنبي في الوقت الحالي هو احسن حاجة عشان ينهض بالمنتخب المصري ويمثل ويعمل نتائج ويعوضنا عن الايام اللي احنا عشناها اللي جاية، واللي تبقى ايام فرح كلها اللي جاية ان شاء الله ورخاء. ليه قلت اجنبي مش وطني؟ والله انا الاهلي مدرسة، الاهلي لما حصل الدربكة عنده جه مانويل جوزيه زبط الدنيا والفريق بقى يحصد بطولات ويجمع ميداليات، احنا عايزين نفس الفكرة دي تبقى في نفس المنتخب، وان شاء الله خير بإذن الله، والاهلي هيفوز ومنتخب مصر هيرجع تاني يحمل الكؤوس بإذن الله. بشكرك. العفو يا باشا. كابتن شوبير، دي كانت الحالة اللي احنا عملناها النهاردة، سي بي سي 2 كاميرا برنامج الملعب هنا في شارع السودان، توقعات لمباراة القمة، قمة الكرة الافريقية، الاهلي وسيوي سبور، والجميع متفائل بقدرة الاهلي على الفوز وكمان بقدرة المنتخب الوطني وتجاوز المرحلة القادمة تحت قيادة خبير اجنبي. عودة للاستوديو.